موجود دهون في مكان دون الآخر، يعني هنا بمعناها ان في دهون ثلاثية، علشان تطلع بره جسمي او عشان اتخلص منها لازم تكون احادية وثنائية. بسرعة انا رشح لها مادة فعالة زي الراسبري، زي اوراق اللوتس، زي الكريز، زي الكروميوم. كل ده بيخدم معايا الحالة الصحية. ليه التلاتة مع بعض؟ علشان اما اقول نسبة الراسبري لازمته ايه او هيخدمني في ايه او هيفيد يعني علاج الحالة دي في ايه، المفروض ان الراسبري يكون موجود داخل الكورس ده بتركيز 6000، علشان دي النسبة المصرح بها دوليا، ما يعادل 40 ثمرة راسبري. 40 ثمرة راسبري يكسر ويفتت الخلايا الدهنية اللي موجودة عندي في مكان دون الآخر، وعملت لي توتر وقلق نفسي وضايقتني، وأصبحت في الشكل العام سمنة موضعية. ولذلك لازم أنا أو فريقي لما بيجي حد يخس معانا، خاصة وإن أنا ما بشوفش مريضي، لازم أسأله منطقة تجمع الدهون، عشان كده بعرف وبحل الموضوع.